Beach Party. رجعناكم من جديد على راديو كابا فام هيفي بيتش بارتي، متواصلة معكم حتى الثمانية متاع العشية. معكم أشرف كردوري كوتي ميكرو ونرمين الدعجي في الإخراج الرقمي. سلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طريق سلامة للجميع، للناس اللي مروحة لديارها وإلا للناس اللي خارجة بالتوى البروغرام خارجة. ردوا بالكم على رواحكم وربي يحفظ الجميع. معكم أشرف كردوري كما قلنا كوتي ميكرو ونرمين الدعجي في الإخراج الرقمي. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا 91.5 95.2 و 105.6. تنجموا تسمعونا زادة على السيت ويب متاعنا www.capradio.com وإلا على الباج أوفيسيال متاعنا على الفيسبوك راديو كابا فام. توا 6:51 دقيقة بالضبط، عدل وقتك على كابا فام. 6:51 دقيقة موعدنا مع ميتيو. في ميتيو نعملوا طلع على الباج أوفيسيال للمعهد الوطني للرصد الجوي حسب آخر ببليكاسيون هبطتها، فإنه الطقس الليلة باش يكون مغيم فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع خلايا رعدية مرفوقة بأمطار إلى بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر باش يكون متوسط موج بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة تتراوح ليلا بين 26 و 30 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. كل التفاصيل هذه تلقاوها على الباج أوفيسيال للمعهد الوطني للرصد الجوي وإلا على السيت ويب www.meteo.tn. كانت هذه ميتيو. ميتيو. ساعتنا الثانية من بيتش بارتي باش نكملوها بالموسيقى. ساعتنا الثالثة باش يكون معانا عبر الهاتف السيد عادل عبيد مدير مهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، باش نحكيو معاه على البرمجة برمجة السنة للمهرجان. خليكم معانا ما تبدلوش الفريكونس وراجعين. بيتش.